الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل تعالى فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المباركون فأقف في خطبتنا مع أمرين اثنين عظيمين مع مبدأين من مبادئ الإسلام العظيم نتبين هذين الأمرين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تأملات في هجرة الرسول صلوات ربي وسلامه عليه نأخذ منها أمرين اثنين الأمر الأول هو الأخذ بالأسباب مع تمام التوكل على الله والأمر الثاني اختيار الرفيق قبل الطريق هذان أمران في غاية الأهمية والخطورة أمران لو أن المسلمين تدبروا فيهما وتوكلوا على الله بقلوبهم مع اختيار الصاحب الصالح وبالشر أو باشروا وبالشر هذا يأتي وباشروا الأخذ بالأسباب فإن دولة الإسلام العظيم ستقوم سريعا الأخذ بالأسباب أمر مهم أمر الله عز وجل به والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله تأمل وتعلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وتروح بطانا أيها الناس لو أنكم تتوكلون على الله توكلا حقا توكلا صحيحا كما يتوكل الطير على الله تعتمد أي الطير على الله وتتيقن أن رزقها بيد الله قلوبها متوكلة على الله متيقنة برحمة الله واثقة مطمئنة برزق الله ومع ذلك ما سكنت الطيور في أعشاشها بل خرجت في الصباح الباكر تسبح قبل الفجر وبعده تعلن توحيد الله جل وعلا جمعت بين أمرين اثنين خرجت متوكلة على الله طارت وبحثت أخذا بالأسباب ما قالت سيأتيني رزقي في عشي لا بل خرجت ما خرجت معتمدة على نفسها ولا قوتها ولا أجنحتها بل متوكلة على الله تعلم أيها المبارك لو أن المسلمين توكلوا على الله
وأخذوا بالأسباب كما تفعل الطير لرزق الله الناس. واعلم أن الله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق، فإن سعيت أو لم تسعى فرزقك مكتوب، ولكن لا بد أن تباشر العمل. الرزق مضمون نعم، ولكن يأثم أو يأثم الإنسان إذا لم يخرج للبحث عنه. اعلم يا هذا وأرح نفسك، الرزق كتب، والإنسان في رحم أمه وهو ابن 20 و100 يوم بعد 100 يوم بعد أن بلغ 120 يوما صار مبغى قطعة لحم، ستصير عظاما بعد ذلك، وتكسى العظام باللحم بعد زمن قدره الله. يأتي الملك، إذا كنت حقا تصدق كلام الله وكلام نبيه مع علمنا أنك تصدق، لكن النقطة المهمة ما هي درجة يقينك بهذا التصديق، أو ما هي درجة يقينك بالوحيين أو بالوحي؟ وهنا نقطة فيصلية بين الناس. إذا علم الإنسان حقا أن رزقه ضمنه الله وأن رزقه كتب وهو في بطن أمه، ما علم إلا أن يسلك طرقا مشروعة غير مصحوبة بأشياء يشوبها الحرام، وعليه كذلك أن يأخذ بالأسباب المشروعة كما مر معنا في خطب خلت في باب التوكل. فعندما يبلغ الإنسان 120 يوما يأتي الملك ويكتب 4 كلمات، يكتب عمرك. الإنسان يخشى من المرض، والخوف من المرض مرض، والله لن تموت حتى تستكمل عمرك الذي كتب وأنت في بطن أمك. لماذا تخشى؟ لا آكل هذا ولا أصنع هذا، خائف من المرض أو أن يصيبه مرض ما أكثر من خوفه من الله. خاف من الله واطلب ربك أن يبعد عنك كل شر، وتصدق فإن الصدقة تدفع البلاء في السماء، والله المستعان. يكتب عمرك، يكتب رزقك، فإذا كان رزقك قد كتب وأنت في بطن أمك، فلماذا تسلك طرقا محرمة لنيل وجني المال؟ قد يقول قائل: إن لم أصنع أسبابا غير مشروعة فلا آكل ولا أشرب. يا هذا، هذا رزقك كان قد قدره الله لك وهو رزقك، وكان سيأتيك حتما لا محالة، لكنك استعملت طرقا غير مشروعة فصار الذي قدر عليك محرما، مع أنه رزقك في الأصل. والله لن تأخذ شيئا من رزقك إلا ما قد سطر وأنت في بطن أمك. يكتب عمرك، لا تنزعج من أي شيء، فعندما يحين الأجل 60 70 50 30 لن تزيد في الدنيا ولو للحظات. وإذا كان عمرك ما زال طويلا فلن تموت ولو اجتمعت الدنيا عليك برمتها على أن يقتلوك، لن يستطيعوا ولن يتمكنوا. عمرك، ويكتب رزقك، عملك، يكتب عملك. أشقي أو سعيد، من أهل الجنة أو من أهل النار؟ لأن الله سبحانه وتعالى عليم بحالك قبل أن يخلقك، وعليم بحالك وأنت في طور يعني
التكوين، فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الدنيا ب50,000 عام علم حالك وعلم كيف تكون نهاية حالك، ولهذا كتب عليك أشقي أو سعيد. قد يقول قائل: إذا كان الله قدر علي أني شقي أو سعيد فلماذا العمل لا تدخل في هذه الصمرة أو في هذا المدمار؟ فهو مدمار منحرف، فالله عز وجل كتب عليك، لكن هذا لا يمنعك من الحركة والسكون. تحرك، تصدق، صلي كما أمرك الله، أسلك طرقا توصل إلى الجنة والله يوفقك. ومهما سعيت لن تأخذ أكثر من رزقك، مهما سعيت لن تأخذ أكثر من رزقك. المسألة محسومة، ولكن سيسألك الله: هل أخذت بالسبب؟ نتعلم هذا من الطير كما أخبر النبي العدنان صلوات ربي وسلامه عليه، ونتعلمه من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتعلمه من مريم عليها السلام. قبل مريم عليها السلام أقول: هناك أمران قد يرزقك الله بلا سبب، وقد يرزقك بالسبب. قد يرزقك وأنت لم تصنع شيئا ولم تأخذ شيئا بأي سبب، ومع ذلك يرزقك الله. وقد يرزقك الله مع أخذك بالسبب. ما أين هذا؟ موقفان عجيبان في رحلة الإسراء والمعراج، موقفان عجيبان في رحلة الإسراء والمعراج. وتأمل في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي رحلة الإسراء والمعراج. ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم بلا سبب منه، ينتقل في رحلة الإسراء والمعراج بلا سبب منه. يأتيه البراق وهو دابة أبيض بين البغل والحمار، يضع حافره عند منتهى بصره. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس في لحظات، وفي لحظات يصعد إلى السماء. وتأمل بلا سبب، وفي يوم الهجرة لا بد، أي بلا سبب منه، وفي يوم الهجرة لا بد أن تتعلم الأمة درسا. فالله عز وجل يقدر أن يحمل المهاجرين كلهم في طرفة عين إلى المدينة، فيسخر ملكا يحملهم جميعا على ريشة واحدة. فالله يخبرنا في القرآن الكريم في سورة ياسين عن قوة ملك من الملائكة: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم، إلى أن قال: ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، أي قتلوه. ولما خرجت روحه وفاضت روحه وهو يعرج في السماء، رأى ما أعطاه الله عز وجل من النعيم، ومع ذلك قد انتقل، أي بعد الموت ولم ينس قومه. قال: يا رب، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الشاهد: فقتلوه. تأمل: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. لم ينزل ملك ولم يحدث شيء، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. قتلوا،
صاح ملك من الملائكة في السماء لم ينزل ملك وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. ماذا يا رب؟ إن كانت إلا صيحة واحدة من ملك فأصبحت القرية خامدة أهلها ماتوا جميعا فإذا هم خامدون. وتأمل الحديث كذلك وهو في الصحيح: لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. لو شئت، وهذا باختصار، لو شئت يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن أخلع الجبلين وأن أطبقهما على أهل مكة أهل الكفر لفعلت يدكهما دكا. لكن الرحمة وحب الخير للناس لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله، مقالة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. الشاهد: لماذا لا يأخذ ملك للنبي صلى الله عليه وسلم ويحمله إلى المدينة؟ الجواب: لا بد أن تأخذ بالسبب وتعلم. وكما مر في الخطبتين السابقتين، وضع النبي صلى الله عليه وسلم الخطة وذهب مع أبي بكر ويصلان إلى المدينة في أسبوعين، يخرج في آخر صفر ويصل إلى المدينة في الثامن من ربيع الأول من السنة الرابعة عشرة من البعثة. نقف هذان موقفان مع النبي صلى الله عليه وسلم. نقف مع مريم، ومع مريم موقفان في غاية العجب. الموقف الأول: يجري رزقها بدون سبب منها، يجري الله عليها رزقها دون أن تأخذ بأي سبب. وفي الموقف الثاني يأمرها الله تعالى أن تأخذ بالأسباب مع أنها في غاية الضعف. تأمل، موقفان يحتاجان إلى تأمل. يرزقها الله بلا سبب وهي في بيت المقدس تعبد الله وتنظف المسجد إلى آخر ذلك، ويرزقها بالسبب وهي في غاية الضعف. موقفان كما قلنا اثنان يحتاجان إلى تأمل. أما الأول: كلما دخل عليها زكريا، وفي قراءة زكرياء المحراب، وجد عندها رزقا. قال بعض المفسرين: فاكهة الصيف تكون عندها في الشتاء، وفاكهة الشتاء تكون عندها في الصيف، وهذه ليست هي المعجزة بل هذا الظرف. تكون عندها كما قلنا في الصيف. يا مريم، يسألها زكريا عليه السلام: أنى لك هذا؟ أنت اعتكفت في المسجد في بيت المقدس لا تخرجين ولا تعملين. قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يا هذا، إن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب من مؤمن وصالح وطالح وكافر وتقي وفاسق. وتأمل حولك ترى قدرة الله. الرفيق الصالح أي اختياره قبل الطريق. فذكرت المرأة الصالحة مريم عليه السلام نبي الله زكريا، ذكرته برحمة الله بقدرة الله. فتأمل زكريا عليه السلام في حال نفسه، فرأى أنه قد بلغ من الكبر عتيا، وفي قراءة عتيا، وما رزق بولد في شبابه، وامرأته عاقر لا تلد. فدعا ربه، أي دعا زكرياء ربه. وهنا أيها المبارك أثر الصحبة الصالحة، هنا
دور الصحبة الصالحة. لما أن زكريا عليه السلام كافلا لمريم وهو زوج خالتها وقيل زوج أختها قولين لأهل العلم، هذه المرأة الصالحة مريم عليه السلام صحبتها تذكر بالله. وكذلك أنت أيها المبارك لا بد أن تختار رفيقا صالحا وأنت في سيرك إلى الله، إذا رأيت فكرك بالله، وإذا سهوت وغفلت فكرك بالله. رفقته تذكرك بالآخرة والعكس، والله المستعان. نعم، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لما ذكرت مريم عليها السلام زكريا عليه السلام، هنالك دعا زكريا ربه وتأمل، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. الذرية الصالحة الطيبة، ما قال الذرية فحسب، لم يقل ربي هب لي من لدنك ذرية إنك سميع الدعاء إلى آخر ذلك، لا، بل اشترط أن تكون ذرية طيبة. فرب ولد كان سببا في هلاك أبويه، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما، وفي قراءة يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وكان أو كما قلنا فرب ولد كان سببا في هلاك أبويه. فتأمل كيف دعا زكريا ربه، رب هب لي من لدنك ذرية. لا تقل أنت أيها المبارك ربي ارزقني الذرية هكذا فحسب، بل إذا سألت الذرية اطلب ربك أن يرزقك ذرية صالحة، لأن من أعظم الكوابيس، وهذا يعرفه ويعلمه من جربه، لأن من أعظم الكوابيس أن يكون بيت الإنسان غير مستقر. من الكوابيس التي لا تفارق ذهنك أن يكون بيتك غير مستقر، وإن كان فلا راحة في الحياة. هناك أمر آخر، وكم من امرأة منعت نفسها عن الزواج من أجل تربية أولادها. رسالة إلى الأولاد الشباب الذين لهم أبوين أو أب أو أم، فلما يعني بعض النساء تمنع نفسها عن الزواج، ما سبب هذا؟ مقابل أن تربي صغارها أطفالها أولادها على تربية حسنة، وعندما تكبر وتشيب ويكبر الصغار ويصيرون أقوياء ترمى في دور الخيرية، دور العجزة، والله المستعان. عار وفضيحة أن يكون للرجل ولد ويعيش في دار المسنين فالأمة الإسلامية إذا نظرت إلى أحوالها وجدت أن كل المنطلقات الدنيوية أصلها دنيا، فالدور الخيرية في بلاد المسلمين عار بشرط واحد: تبنى الدور في بلاد المسلمين لمن له أو ليس له أولاد. رجل طعن في السن احدودب ظهره تأخذه الدولة لترعاه، أما أن يرمى أب أو أم في دار المسنين وله أولاد هذه مصيبة، الله المستعان. وكأن هؤلاء لم يسمعوا مقطعا من القرآن في حق الأبوين، ولم يسمعوا مقطعا من الأحاديث النبوية. فنادته الملائكة
بعد أن دعا زكريا عليه السلام. وهنا أمر يجب الالتفات إليه. لما دعا زكريا ربه، أين نادته الملائكة؟ لم تناده وهو في عمله، لم تناده وهو سائر في الطريق. أين نادته؟ نادته وهو يصلي حال كونه يتعبد. إذا دعوت ربك لا تقطع الصلة بينك وبينه، بل كن مع ربك دائما وأبدا. من الأسباب التي يعني توعن العبد على أن يكون دعاؤه أو دعاءه مستجاب، إذا دعا فلا بد أن يكون قلبه متعلق بالله عز وجل، وأن يكثر شيئا من الطاعة. هنالك دعا زكريا ربه، فلما نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، كما قلنا أيها المباركون، كان هذا من تذكرة امرأة صالحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أيها المباركون، نعم، رزق الله رب العالمين مريم بلا سبب. أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بلا سبب، لأنها أوقفت نفسها في خدمة بيت الله، دين الله، تنظف المسجد، والإحسان جزاؤه الإحسان. ثم شاء الله ويفعل ما يشاء، شاء الله أن تحمل مريم من غير زوج ولا زنا، فهي عفيفة طاهرة، فأجاءها المخاض على سبيل السرعة، فاستندت إلى جذع النخلة ثم تدبرت في حالها، إنها سترجع بهذا الوليد تحمله إلى قومها، وقومها هم اليهود. أتدري من اليهود؟ هم اليهود قتلة الأنبياء، هم الذين سبوا الله، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هم الذين قالوا يد الله مغلولة. ومن الأشياء التي عندهم وهي في كتبهم فضحهم الله عز وجل في كتابه، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. قال العلماء، ونأخذ مقطعا من التفسير، قالوا اليهود عندهم في كتابهم يجوز يعتدون على البشرية جميعها بشتى أنواع الأشياء التي تضر بالإنسان ما عدا أخوه اليهودي، أما غيره فجائز أن نصنع فيه ما نشاء وما يحلو لنا، نعطيه ونضره ثم نبيع له. هذا أو هؤلاء هم اليهود، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ما عدا أخوه اليهودي. الله المستعان. أتدري من اليهود؟ كما قلنا هم قتلة الأنبياء، فما الظن بهؤلاء القوم إذا جاءت مريم إليهم بطفل؟ فبدأت تتدبر في أمرها، ماذا ستفعل؟ ماذا ستقول؟ ماذا ستقول لأهلها وقومها؟ أقول إن الله بشرني بغلام، إن الله يبشرك، وهل يصدقون؟ فأصاب قلبها شيء من الخوف. وتأمل بلا سبب، ولماذا كان من السبب؟ فلما خالط اليقين شيء من الخوف، ماذا أقول لقومي؟ ماذا أقول لأهلي؟ مع علمنا أن يقينها ثابت، لكن
نقص شيئا ما، خافت وحق لها ذلك. نحن لا نقول هذا كما قال المفسرون، دل على نقصان شيئا ما. نقول كما قلنا لم يزل يقينها وكلا، فلماذا خالف؟ فلما خالط قلبها الخوف من قومها، وهنا يأمرها الله أن تأخذ بالسبب، وهزي إليك بجذع النخلة. هي الآن ولدت، والمرأة أضعف ما يكون حين الولادة، ومع ذلك تأمل في الأمر. وهزي إليك بجذع النخلة، يا رب كيف لامرأة قد ولدت لتوها أن تمسك جذعا أو أن تهز جذعا؟ ولو جئت بمئة رجل ما حركوا جذع النخلة قيد أنملة، فكيف بامرأة ولدت لتوها أن تهز جذع النخلة؟ الجواب: يا مريم خذي بالسبب، ورب الأسباب يفعل ما يشاء. امرأة ضعيفة تضع يدها على جذع النخلة، وهل وضع يدها على جذع النخلة يحرك الجذع؟ أبدا وكلا. الجواب: يا مريم خذي بالسبب، ورب الأسباب يفعل ما يشاء. ماذا استفدنا من الهجرة في هاتين النقطتين؟ التوكل على الله، التوكل على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب، وهذا لا ينافي التوكل. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم إنا نسألك يا رحمن السماوات ويا رحمن الأرض أن ترحم هذه الأمة. اللهم ارحمنا وارحم أجدادنا، اللهم ارحمنا وارحم آباءنا. اللهم إنا نسألك يا رحمن السماوات ويا رحمن الأرض أن ترحم الأمة. اللهم وحد صفوفها، اللهم وحد صفوفها، اللهم اعلي راية الإسلام، اللهم اعلي راية الإسلام. وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين، والحمد لله رب العالمين.